قبل البدء بالكلام أود أن أشكر عائلة أستاذ البصيرة الأستاذ عبد الوهاب حسين الذي كان وما زال الأب الروحي لهذه الثورة المعطاة، وكما أوجه شكري لعوائل الشهداء الذين ضحوا بفلذات أكبادهم من أجل أن نحيا بحرية وعزة. والشكر موصول للشعب البحرين الجريح الذي ما زال مرابط في الساحات بالرغم من آلات البطش الخليفية. نحن اليوم أمام الله وأمامكم نعاهدكم بالمضي قدما وعدم التراجع أبدا حتى تحقيق المطالب العادلة. فهذه ذكرى انطلاق ثورتنا قد أقبلت، ويجب علينا الاستعداد لها والتصعيد الثوري في كل الميادين وعدم التخاذل والعودة للوراء. فنحن لسنا وحيدين، فالله معنا ناصرنا ومعيننا، كما كان ناصرا للإمام الحسين سلام الله عليه عندما كان وحيدا في كربلاء، لأن إمامنا كان مع الحق ونحن الآن مع الحق. وهيهات منا الذلة أو الركوع والخضوع لهذه الطاغية. وفي الختام نسأل الله أن يمن علينا بالصبر والفرج وفكاك أسرانا وأسيراتنا والرحمة والرضوان لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.